وإلينا مراسل الغد عمرو المنيري. إليك عمرو. نعم بالفعل، تنظم مجموعة من الناشطين وقفات احتجاجية ليس فقط في لندن لكن في 14 عاصما منها واشنطن وبروكسل وعدد من الدول الغربية لإعلان الصوت وتحديد أنه يطالبون بإنهاء الإعفاءات من المساءلات القانونية وقتل الناشطين. كل هذه الإعفاءات منذ عام 2004 كما يقول البيان، وحتى الآن لم يتم تسليم أو القبض أو على الأقل محاسبة من قتلوا المتظاهرين والنشطاء ومن فأفلتوا من الفساد المالي والمشاكل السياسية منذ بدء وخلع وقتل وإعدام صدام حسين، وحتى الآن لم يتغير أي شيء إلا مزيد من الفساد ومزيد من الخطف القسري والقبض على النشطاء حين يعترضوا على هذا، يدعون المجتمع الدولي بما فيها الأمم المتحدة من داخل العراق وجميع جمعيات حقوق الإنسان بالاهتمام بهذا النشاطات المختلفة. ربما هنا في لندن بعض عدد قليل، ربما عدد رمزي بعض الشيء، لكن هناك 14 مدينة وعاصمة مختلفة تقوم بهذه الوقفة الاحتجاجية من أجل إعلاء الصوت، ويبدو أنه حتى الآن صوت ضعيف لكن هم يتمنون أن يصل هذا الصوت إلى الأعلى. من ضمن الأشياء ربما لعدم الوقوف في هذه أو عدم التفاف العراقيين هنا على هذه المجموعات هو التخوف من اصطياد ومن تحديد هويات هؤلاء، ومن ثم يكون هناك أضرار داخل المدن العراقية كما قال لي أحد النشطاء المنظمين لهذه الفعالية. ربما هذا هو السبب الرئيسي لعدم وجود هذا عدد كبير مما كان متوقعا أن يكون مسيرة كبيرة، لكن يبدو أن العدد لم يكن كافيا وبسبب التخوف من الملاحقات الأمنية غير المباشرة أو المباشرة والإخفاء القسري التي تعاني منه العراق منذ سنوات وحتى الآن. أشكرك عمرو المنيري مراسلنا من لندن، شكرا لك.